يلا نبدأ بأبرز الأخبار اللي حصلت معانا امبارح. مجلس الوزراء أصدر 217 قرار علاج على نفقة الدولة خلال يوليو 2024. كمان صندوق مكافحة الإدمان اختار 6 مشروعات للتخرج لنشر الوعي بمخاطر المخدرات. كمان معانا يا هبة بدء اللجان المشتركة مع تضامن لإنهاء الكشف الطبي والتقييم الوظيفي. تفاصيل أكثر مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على مدار شهر يوليو من العام الجاري 2024 عبر تقرير أعده الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة. خلال التقرير أشار الدكتور حسام المصري إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر يوليو الماضي تضمنت الاستجابة لعدد 1325 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق واتساب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأوضح المستشار الطبي أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 217 قرار بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توفير الإجراءات الطبية ل 24 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 60 قرار خاص بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي. امبارح وفي إطار الحرص على استثمار التكنولوجيا في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية، حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنظيم مسابقة لطلاب 10 جامعات تكنولوجية لاختيار العديد من مشروعات التخرج تستهدف دعم وتطوير أنشطة الصندوق لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ورفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة. وتم اختيار عدد 6 مشروعات تخرج ترتبط بشكل مباشر مع محاور عمل الصندوق في نظم المعلومات وإدارة المتطوعين وتقييم التدخلات الوقائية لرفع الوعي بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في الإدمان. امبارح وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان، بدأت أعمال اللجنة المشتركة من وزارتي الصحة والتضامن لدمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي بعضوية اللجنة الطبية الثلاثية ومدير مكتب التأهيل والأخصائي الاجتماعي أو النفسي في محافظات الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط والأقصر وأسوان.